شكرا معلق كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 83-79 وعوده للمربع صفر مره اخرى. كده تعادل 1-1 في المباريات، يتبقى 3 مباريات، اللي هيفوز في 2 يستحق البطوله. وهو ده الكلام اللي كنا بنقوله في بدايه الاستوديو التحليلي، ان اهم مباراه على الاطلاق هي المباراه الثانيه، يا اما تعود للمباراه للمربع صفر مره اخرى او تعزز تقدمك في حاله فوزك في المباراة الأولى. النهاردة لعيبة النادي الأهلي أدوا أداء جيد في كل شيء الحقيقة، ولكن يبقى السؤال واللغز المحير، وهو الشوط الرابع مع النادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي في الشوط الرابع يعني بقت مشكلة، محتاجين تركيز. كنا بنتميز بالشوط الرابع، ولكن عندنا الشوط الرابع بيبتدي بعض العشوائية، بعض يعني نجلي بعض الكور في أوقات مهمة. مهم جدا اللعيبة تستعيد تاني تركيزها. ارجع لمباراتنا الفنيه والتحليليه، وبرحب بضيوفي للمره الثانيه. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك للمره الثالثه بقى. كابتن ميشو اهلا بحضرتك للمره الثالثه. اهلا بك يا كابتن. كابتن سلعاوي، يعني البعض يقول 20 بونت فارق، وتدخل الشوط الرابع بفارق 14 نقطه، والجيم يوصل لمأزم في الاخر. هل دي كره السله، ولا زي ما انا بقول عندنا اصبح ازمه في الشوط الرابع؟ دلوقتي هنقدر نقول مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك وهارد لك نادي الاتحاد. مباراة النهاردة يعني عشان نتكلم بصفة عامة، مباراة جيدة بالنسبة للنادي الأهلي وغير جيدة بالنسبة للاتحاد السكندري. لم يقدم ما عدا الشوط الرابع. ما عدا الشوط الرابع نادي الاتحاد الشوط الرابع كان أفضل، أدى بجدية والتزام من الشوط الرابع. احنا بالنسبة للنادي الأهلي جت موجة من يعني اختلف الأداء بين الشوط الأولاني والثاني والثالث والرابع. المباراه انقسمت قسمين، الشوط الاول والثاني دفاع جيد، تعاون في كل حاجه، في الهجوم في الدفاع. الشوط الثالث والرابع عباره عن جزء من العشوائيه زي ما انت حضرتك قلت، موجه من الدلع في الدفاع. لكن المباراه بالنسبه للنادي الاهلي رجعت للنقطه صفر ثاني اللي احنا كنا عايزينها من بدايه البتاع. دلوقتي 0-0 ولسه قدامنا 3 مباريات. النادي الاهلي لازم يعيد حساباته بالنسبه للشوط الرابع، لان الشوط الرابع احنا خسرين ما يقرب من 15 نقطه. اشكرك يا كابتن سعاوي. كابتن ميشو، ورد لك النهارده نادي الاتحاد عوده تاني للمربع صفر. كاننا بنلعب زي ما انت قلت بيست اوف 3 بقى، خلاص بيست اوف 5، تعادلنا 1-1. شايف اداء نادي الاتحاد النهارده ازاي يا كابتن؟ النهارده نادي الاتحاد مستواه طبعا بعيد تماما، واكبر دليل السكور من بداية الجيم. ممكن نادي الاتحاد ما طلعش ليد ولا مرة على النادي الاهلي. صح. لو بصينا هنلاقي ان الجيم كله ما فيش. انا بتكلم ليد 4 بونت اللي هي النهاية. الاربعة خلاص كان يعني احسن كوارتر يمكن عمله النادي الاتحاد، اللي هو الكوارتر الاخير حاطط فيه 25 بونت، وده اعلى اسكور يحطه في كسبان 11 نقطة الشوط الرابع النادي الاتحاد. كسبان 11 نقطة، ما احنا خلصنا 14 وبعد كده خلص 4، كسبان 10 25 15. هي انا بتكلم ان الاوفنس اكتر كوارتر في الجيمين هو ده حاطط فيه السكور. ولكن انا بتكلم ان الجيم من لو بصينا للجيم الاولاني الاهلي بقى ليد، وبعد كده الاتحاد يرجع يمسك في الجيم الاهلي يبقى. لكن النهارده من بدايه الجيم لحد ما نهايه الجيم الاتحاد ما طلعش ليد بونت. ده اللي انا بتكلم عليه، يعني الاهلي الاتحاد ما كانش كسبان بونت نادي. طب ده من وجهه نظرك سببه ايه؟ هل مثلا غياب دفاع من نادي الاتحاد؟ هل النهارده مستر اجوستي بوش استطاع انه يفاجئ نادي الاتحاد؟ يعني يمكن في تغييره في الشوط الرابع حصلت بنزول عمر طارق، وان بقى كل كره بتتلعب انسايد عليه. يعني النهارده كنا غير موفقين ونزل السكور لستة بونت، بعديها عمل التغييره دي التكتيكيه ان هو نزل عمر طارق تحت الحلقه، حط باسكت في 2 شوتس، رجعنا تاني 10 بونت. فالنهارده مستر اجوستي يعني من وجهه نظري وادار المباراه بشكل جيد. غير عن المباراه الاولى، استغل المفاتيح. يعني المفاتيح بتاعت نادي الاهلي النهارده قدر مستر اوجستي يستغلها، وكانت واضحه، كانت ايجابيه. يمكن في نادي الاتحاد كابتن احمد عمر برضو نفس الكلام. خلي بالك هو بدا يغير المفاتيح ونزل بعبد الرحمن النهارده، فجينا عبد الرحمن خالد النهارده. عبد الرحمن بس الفرق ما بين هنا وما بين هنا التوقيت. التوقيت زي ما احنا قلنا الجيم اللي فات ان مهيب اتاخر وكان في تاخير، جه النهارده بدا بيه من الاول. نفس الكلام النهارده عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن خالد كان ممكن يحل لك الشفره، الكلام ده يحله لك من بدري. يعني لو كان شارك من بدري ما انتش حافظه، نزل نفس الكلام نفس ونفس اللي حصل مع مستر اوجستي حصل النهارده مع كابتن احمد عمر. النهارده
مهيب كان بدأ في الآخر وبدأ ودخل في الجيم وكان ليه دور فعال، بس اللي حصل النهاردة أن بدأ يبدأ بيه الجيم في أن احنا نوصل 20 بونت، وصل ل 20 بونت. خلي بالك النهاردة برضو الاتحاد يعني عمل كامباك يعتبر كويس قوي النهارده، انت 20 بونت، 20 بونت كان الجيم خلاص يعني 20 بونت في الشوط الثالث. ما انا بتكلم على كده، كان ممكن الجيم برده كان ممكن يرجع، وكان الموضوع كان ممكن الاتحاد رغم ان الاتحاد برده النهارده انا شايف ان هو سيء، ما كانش كويس يعني، ما سيء جدا، مقابل ان النادي الاهلي لا، النادي الاهلي النهارده من بدايه خطوطه مظبوطه، الديفنس بتاعه مظبوط، الاوفنس الى حد ما مفيش نوع من الاستعجال باستثناء كام كوره يمكن من ايهاب امين في نوع من الاستعجال شويه. المحترف بتاع الاهلي النهارده ومحترف الاتحاد النهارده الاثنين ادوا اداء محترفين، يعني النهارده ادوا المباراه هما الاثنين احسن من المباراه الاولانيه، يعني شكلهم براندون او ديكسون الاثنين لعبوا جيم يعني عرفوا يشتغلوا مع الفرقه بتاعتهم، بس لا يمكن لعيبه النادي الاهلي ساعدت براندون، لعيبه الاتحاد اللي هي ما ساعدتش يعني. براندون كابتن سلعاوي، فرقه الاهلي يعني انا شايف في الاوقات كان زمان بيميزنا احنا انه في الاوقات الكريتيكال في الاواخر بتلاقي في ثقه، في اختيار، في جود ديزيشنز من اللعيبه، قرارات مظبوطه جوه الملعب وقرايه مظبوطه. انا شايف ده قل، ده ما بقاش موجود النهارده، بقينا في الاوقات المهمه 3 4 دقايق بتلاقي سيل من القرارات الغلط، سيل مش غلطه واتنين، غلطه واتنين وتلاته واربعه في الاوقات الكريتيكال. ده اللي كان بيميز نادي الاهلي يعني، كنت تفتكر حضرتك كان يقول لك الاتحاد لو عشان تكسب الاتحاد، احنا كنا بنقول الاتحاد عشان يكسب الاهلي كان لازم يبقى طالع الاهلي 20 بونت. النهارده الايه اتعكست، النهارده بقينا نقول عشان النادي الاهلي يفوز على الاتحاد مريح لازم يطلع 20 بونت. فده برضو يعني ارقام لازم اللعيبه تاخد بالها، لازم في الوقت الكريتيكال انا كوتش في الملعب لازم انا اعرف انا اعمل ايه. انا يعني بيعجبني عمرو الجندي جدا، عمرو الجندي في الاوقات المهمه بيعرف ياخد القرار، بيعرف ياخد القرار الصح. الموضوع مش انت تجيب باص القرار الصح، اباصي امتى، العب امتى. شايف ده كابتن سببه ايه؟ هل نتيجه الخسائر اللي حصلت الفتره الاخيره فحصل الهزه دي، ولا اجهاد، ولا ايه تترجع ده؟ هي طبعا بتبقى اهم حاجه فيها هي ان اللعيب يعرف يقرا الملعب ازاي. اللعيب كل بوزيشن من خمسة بوزيشن اللي في الباسكت، كل لعيب يبقى عارف يقرا الملعب بتاعه ازاي، وعارف الكوره، وعارف مين. يعني احنا في الاستوديو في الشوط الاولاني والثاني كلمت انت وانا اتكلمنا على الكوره بتاعت السيف سمير لما طلعها عمر عزب، عمر عزب ادالها للجندي، الجندي شوت 3 بوينت. فدي لان هي نسب بتبقى، لكن حته اتخاذ القرار دي اقواهم فيها عمرو الجندي بصراحه. لكن برضه احنا كنا بنتميز بيها كلنا يا كابتن. يعني النهارده اقول ايه؟ اقول عمر طارق النهارده قادر ياخد بوزيشن صح في اخر الماتش. اقول تاني عندك برضه من اللعيبه اللي خد القرارات صح عمرو الجندي. ايهاب امين يعني قرارات مستعجله فيها بعض الوقت، يبقى قرارات مستعجله بس حط لك واحده برضو رجعت النادي الاهلي جيم ومسكته ومسكته تمام يا كابتن. انا ايهاب امين ما فيش كلام عليه، بس انا بتكلم على الوقت بتاع ال10 دقائق 5 دقائق ما خلوهمش يقربوا مني. انا شايف الهزه دي عند النادي الاهلي دي مشكله. يعني احنا في ماتشين مع الاتحاد خسرينه كاس مصر والماتش اللي فات باسكت او 3 بونت فده محتاجين نرجع تاني للكلام ده. مستر اجوست بقى بيحاول يلاقي حلول للموضوع. طيب وبعد هي مشكله برضو، انت النهارده كنت اتكلمت المره اللي فاتت في تيرن اوفر، النهارده عندنا برضو لما تجيلك الاحصائيات تيرن اوفر عالي، الاحصائيات للاسف مش لازمه على موقع الاتحاد، مش عارفين نجيبها. تيرن اوفر عالي من ارض الملعب لكن تصلح الفاول شوتنج بالنسبه للنادي الاهلي، لكن نادي الاتحاد عنده مشكله برضو في الفاول شوتنج. نفس المساوئ بتاعه المباراه الاولى هي بل يمكن من الأسوأ في المباراة الثانية، بس هي المباراة الثانية بدأ يرجع يعني أحسن فترة هي يمكن اللي أدى فيها نادي الاتحاد هي الفترة الرابعة. أنا بقول لك النهاردة أنت النهاردة الجيم كله نادي الاتحاد ما قدرش يطلع على النادي الأهلي النهاردة طول الجيم. بس برضه يعني أنا برضه كابتن ميشو عجبني المباراة، عجبني المباراة الناس متعت، النادي الأهلي بدأ بداية قوية، سيطر على الجيم، ما خلاش الاتحاد يطلع عليه في الشوط الأولاني والثالث والرابع. نادي الاتحاد في الشوط الرابع عمل كامباك زي ما بيقولوا، يعني جامد جدا إنه يقدر ينزل السكور من 20 ل 3 بونت ل 5 بونت. فالمباراة ممتعة عن المباراة اللي فاتت، المباراة اللي فاتت عبارة عن فرقتين في تحفظ دفاعي، خايفين من بعض، في ضغط عصبي على اللعيبه، في ضغط على المدربين. النهارده المدربين اعتقد ان لعبوا بارتحيه شويه، انه نزلوا الناس اللي على البنش الاوراق اللي ممكن تساعدهم
في ان هم يقدروا يتحركوا. يعني الولد النهارده زي نزله مهيب الماتش اللي فات اتكلمت عليها، نزله النهارده عبد الرحمن احنا اتكلمنا عليها. ففي عند المدربين اوراق بتحسن السله واللاعب يستغل هذه الفرصه، وتحسب للمدربين وتحسب للمدربين سواء كابتن احمد عمر او مستر اوجوست النهارده ان هم بيستخدموا اوراق جديده دي بامانه تحسب لهم، ودي من الخدع اللي بيخليها المدير بتميز مدير فني عن مدير فني. هو عنده اوراقه وعارف لعيبته وحافظ اللعيبه، لكن امتى ينزل ده وامتى ينزل ده وامتى زي الشطرنج بالظبط. طب خليني اقول لحضراتكم بعض الارقام يمكن يعني بيها نقدر نشوف المباراه اكتر. هو للاسف اتحاد السله غير في شكل السكاوتنج، الحقيقه ما بقاش فاهم مفهوم قوي يعني، ما اعرفش هم جايين يغيروه في ماتش الفاينل. طب يا جماعه غيروه بعد ما نخلص طيب عشان نقدر نفهم. طيب هنروح لبعض النسب اللي انا قاعد بقرا فيها، يعني بصراحه مش يعني غيروا شكل الفيلد جول في نادي الاتحاد 38% و4 من 10، رقم يعني قليل يا كابتن بشوي. يعني قليل بس احسن من المباراه الاولانيه 38. طيب خلينا نقول الفري ثرو بقى اللي حسنوا الشوط الرابع. خد الفري ثرو بقى يا كابتن، فاول شوت في اتحاد اسكندري 63%. تمام ناخد عندنا 3 بوينت 36.7 نسبه عاليه، نسبه عاليه برضه. عندك بقى نخش على النادي الاهلي، دي ارقام الاتحاد. خش على ارقام النادي الاهلي يا كابتن سلعاوي. عندنا برسنتج بتاع الفيلد جول بتاع النادي الاهلي 38% تقريبا، هي مع نادي الاتحاد. ما هو ده اللي بقوله برضو، النادي الاهلي النهارده لا انا عايز تيرن اوفر. النادي ما انا اقول لحضرتك النادي الاهلي ما كانش برضو في اسوء في ما كانش في يعني في احسن حالاته. يعني هو كويس بس الجيم اللي فات كان واصل 44% تقريبا 45% فيلد جول. طيب خلينا نروح للفري ثرو عند النادي الاهلي 68% برضو يا قلبي لا تحزن، كله في الستينات. احنا النهارده جاي لنا 25 فاول شوت جايبين 17 68% بس نسبة احسن من المباراة الاولى. المره فاتت الاولى كانت 55% تقريبا، لذلك انا ما اتكلمتش النهارده على الفاول شوت، اتكلمت على التيرن اوفر برضه نسبه برضه مش الواحد يزعل منها طبعا مش زي يا كابتن 68% هنا اوفر كام كابتن؟ مش لعيبه منتخب مصر يعني. 3 بوينت في الاهلي شوطنا 34 3 بوينت جايبين 12 35% على فكره يا كابتن، ارقام قريبه جدا، واللي ظبط الارقام دي الشوط الرابع والثالث تات والرابع هما اللي ظبطوا الارقام دي مع نادي الاتحاد. احنا كنا احسن من كده بكتير، بس تات والرابع اداء مش حلو من النادي الاهلي بصراحه. ما احنا قلنا اداء مش كويس. طيب خلينا نقول تاني بعض الامور. الاسيست النادي الاهلي عمل 15 اسيست في وقت نادي الاتحاد عمل 18 اسيست. لعب الجماعي في الاتحاد برده اعلى، 18 اسيست في نادي الاتحاد 15 في الاهلي. الافشنسي بتاع الفرقه كلها. طب هقول لك على مفاجاه بقى يا كابتن، خد المفاجاه دي. احنا بنتكلم على الافشنسي صح بتاع الفرقه كلها في النادي الاهلي 93، الافشنسي في نادي الاتحاد 87، قريبه جدا النسبه. لا انا عايز تيرن اوفر كوتش، هجيب لك يا عيني عليك يا كابتن. صح تيرن اوفر مهم جدا، انت تؤمر يا كابتن سلعاوي. لا التيرن اوفر، تيرن اوفر في نادي الاتحاد 10. احنا 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 معديين ال 14 15. عزومة يا كابتن. لا احنا احنا 14 تيرن اوفر يا كابتن سلعاوي، نادي الاتحاد 10 تيرن اوفر. طب طب نشوف الاربعه دوت كتير جدا. أيوة. الاربعه دوت ب 12 16 بونت. ايوه 4 انت ايوه 4 في 4 على دول. طب بص يا كابتن خلينا ناخد الريباوند بقى، وانت راجل ريباوندر يا كابتن سلعاوي بقى، ناخد توتال ريباوند يا كابتن ميشو. توتال ريباوند عندنا في الاهلي 49 ريباوند، حلو الكلام. في نادي الاتحاد توتال ريباوند 42، النادي الاهلي يتفوق في الريباوند. النادي الاهلي طب مين اعلى واحد في النادي الاهلي؟ تفتكر مين؟ تتوقع مين؟ ايهاب الريباوند يعني بالنظره كده جايب 10 ريباوند، اكتر واحد عندنا جايب 10 ريباوند. عزومه ثانيه يا كابتن. ايهاب امين 10 ريباوند. عزومه ليك عزومتين يا كابتن كده على الهوا. تمام؟ ميشو انت لسه ما خدتش ولا عزومه مني. طب نادي الاتحاد احنا قلنا كام ريباوند يا كابتن ميشو؟ قلنا 42. طيب مين اكتر واحد من وجهه نظرك جايب 9 ريباوند؟ يلا هو سهل عليك 9 ريباوند. ديكسون برضه انت بتحبه انت دايما، ده بغششك اهو. السنترالي بتحبها بيبو بيبو 9 ريباوند. خلي بالك برضه التوقيت بتاع لو بصيت على الوقت برضه الشوط الرابع بيبو بس خلي بالك كابتن هيثم ان الفرق بيبو لعب 15 دقيقه. طيب فرق عزومه يا كابتن. طيب انا بقول لك الوقت، ما انا بقول لك الوقت الفرق الريباوند للسبعه لصالح النادي الاهلي دولت في الشوط الاولاني والثاني. ايوه بعد كده الدنيا لا بس اقول لك حاجه، الاستاتستيك بتاع النادي الاتحاد ده اللي عدله الشوط الرابع
كل رابع. لو هتروح من الثالث هتلاقي الدنيا مش مظبوط يعني، الدنيا بعيد بعيد يعني، الدنيا بعيده. نعم. طيب خلينا اقول لكم يا كابتن كده احصائيات برضو، مين اكتر لعيب لعب في النادي الاهلي يا كابتن النهارده؟ اكتر لعيب لعب اعتقد الامريكي براندو، 35 دقيقه براندو. مش هديك عزومه بقى خلاص كده كده فلسني. طيب براندون اكتر، بعديه على طول 36 دقيقه. نخش بقى على الاتحاد. لا 36 دقيقه يا كابتن، استنى 36 دقيقه براندون. اكتر لعيب لعب في الملعب 36 دقيقه براندون. طب في الاتحاد يا كابتن ميشو تاني ديكسون؟ هجيب لحضرتك على طول نبي الاتحاد سله، رجعه بس والنبي الاحصائيات زي ما كنا واخدين عليها، وعنينا بتجيب الارقام بسرعه. لازم يعني ماتش تاني ماتش فرقه تروح مغيرين شكل السكاوتنج. انت بتقول اكتر واحد لعب يا كابتن يوسف شوشه، نفس القصه بتاعت الف سلامه ليه. احنا صحيح نسينا نقول له الف سلامه. الف سلامه ليه طبعا، الف سلامه ليوسف بصراحه. وبعديه ديكسون، لعيب محترم ولعيب مؤدب اقرب واحد. هقول لك ديكسون. لا استنى 31 دقيقة ديكسون صح؟ أنا متهيألي ديكسون. يا كابتن 31 دقيقة أكتر برضه من يوسف شوشة. شوف يا كابتن السلامة عزومتين بقى كده بقى عدل بقى عشان ما يبقاش 31 وراه يوسف شوشة. بس بأمانة خلينا نتكلم بأمانة، إحنا كنا دايماً يعني يوسف شوشة بنلاقيه في المباريات، بس لا هو المباراتين دول عامل مباراتين كويسين. ولاعب كتير أعتقد، لاعب كتير. كابتن عمر عطيل عطيل وعطيل أول جيم 34 دقيقة. طب قول عارف ليه يا كابتن؟ من فترة ما شفناهوش كده. طب عارف ليه يوسف من وجهة نظري يعني من وجهة نظر حضرتك ليه يوسف شوشة رجع بقى بالشكل ده؟ رجع بالشكل. لا انا في رايي الشخصي انه اشتغل على نفسه، زائد ان هو هو الولد بدني كويس. يعني هو الولد اصلا بدني او فيزيكال كويس، ثلاثيه كويس. طب بس ليه، ايه اللي حصل، ايه اللي خلاه الماتشين دول يلعب كويس؟ الشوتنج لا مش باسكت بول. ايه رايك يا كابتن؟ والله متهيألي عشان هو لا الفتره الاخيره اللي طلع فيها من المنتخب دي يعني عايز يقول انا موجود، يعني الحته دي اثرت. انت عارف برضه كابتن لما يكون عندك لعيب وهو حاسس نفسه ان هو يستحق ان يكون داخل جوه منتخب، وفجاه بتلاقيه بره، وساعات مثلا ما بيتبعتلوش اصلا. فدي لا انا من وجهه نظري كلامك صح، في تحدي زي ما قال كابتن، بس انا رايي بقى حاجه ثانيه. هو بقى يركز في الملعب. يوسف شوشه لما كان بينزل، يوسف شوشه انا لعبت قصاده، كان بينزل زق خبط اعمل ادافع اتكلم مع الحكم ده اتكلم الحكم محكم. لا هو نظر النهارده يوسف شوشه نازل بيركز في الملعب. وخلينا نرجع لارض الملعب مره اخرى اعزائي المشاهدين، ولقاء الحقيقه مع احد اللاعبين اللي عمل تحول كبير في ارض الملعب النهارده، واللي الحقيقه ثبت وخد فرصته في مباراه النهارده نتيجه الاخر 6-7 دقائق اللي لعبهم في المباراه الماضيه، الا وهو احمد مهيب. نورهان طمان واحمد مهيب، خلينا نشوف قال ايه. اتفضل يا نورهان. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام، وبرحب طبعا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبنبارك لكم واحد واحد، ولسه المشوار طويل. والحقيقه احنا هنا في استاد القاهره يعني فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود، واحنا يعني الحقيقه يمكن اعصابنا كانت شويه في اللحظات الاخيره، ولكن كنا واثقين اكيد في رجال النادي الاهلي كالعاده. ومعانا زي ما قلت يا كابتن هيثم كابتن احمد مهيب، واحد من نجوم المباراه اليوم. برحب بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم وضيوفه اللي في الاستوديو. كابتن احمد، انت نزلت عملت تحول في المباراه، يعني كلمنا بقى عن دورك وتوجيهات مستر اوجستي بوش ليك قبل ما تنزل. طبعا هو مبدئيا الحمد لله على مكسب النهارده زي ما بتقولي، فرحه وكل حاجه، ولكن ده ماتش في سيريس طويله 1-1 اكننا ما عملناش حاجه. الحمد لله طبعا المكسب كان مهم، ان في توقيت ان احنا خسرنا الماتش الاولاني قدرنا ان احنا نعادل النتيجه. كان مهم جدا ان احنا نكسب المره دي، يعني عشان ما ياخدوش ليد 2-0 هيبقى الموضوع طبعا صعب. بالنسبه لنزولي عادي، انا يعني كلنا احنا جاهزين، ايا كان اللي ينزل مش هتفرق، كلنا عارفين التعليمات. النهارده يمكن لعب بثمان او تسع لعيبه، ماتش اللي فات مختلفين، كلنا المهم ان احنا نكسب، مش فارقه مين اللي يلعب او ايا كان، احنا بنلعب عشان النادي الاهلي، بنلعب عشان نكسب. المكسب احنا يعني هو ده هدفنا، مش الهدف ان مين يلعب او مين ما يلعبش. الحمد لله يعني ربنا النهارده وفقني، يمكن في كام كوره وكنت بفتح اللعب شويه، وكان في تعليمات من مستر اوجستي النهارده وابتديته كده. يعني ان شاء الله نقدر ان احنا بقى ناخد الليد ان شاء الله الماتش الجاي. فريق الاتحاد طبعا فريق محترم، خساره بتاعت النهارده دي مش هيعدي بالساهل اكيد.
عادة الفرقة اللي بتخسر بتجهز أقوى، هم عندهم دافع الماتش الجاي إن هم ينزلوا هيبقوا أجريسيف أكتر من دلوقتي. الحمد لله إحنا النهاردة بداية الماتش كانت موفقة، قدرنا إن إحنا نحط الريتم بتاعنا، قدرنا نوقفهم في الديفنس، فرق معانا ترجمنا الكلام ده في الأوفنس، قدرنا إن إحنا ناخد الليد ببوينتس كتير، يمكن كان في دروب شوية في الماتش وده يعني ده يعني كلنا طبعا، ولكن إحنا إصرارنا إن إحنا نكسب وإن ما ينفعش إن إحنا نخسر ده يعني ده امر يعني ما فيهوش جدال خالص، احنا يعني كلنا عايزين نكسب، ما حدش بيتخاذل، فان شاء الله الماتشات اللي جايه نقدر ان احنا نسعد الناس وان احنا نستحق ان احنا نكسب ونفرح الجماهير اللي انت شفتيها. طبعا الجماهير بشكرهم جدا ان هم في ظهرنا، الواحد جسمه بيقشعر من هتافاتهم وان هم في الملعب بيدونا دافع، اتمنى ان هم ييجوا يساندونا عشان احنا بجد محتاجينهم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن احمد، الحقيقه سعيده جدا بجد بالعقليه اللي انا بتكلم معاها، لانه الحقيقه انا شايفه يعني وعي كبير جدا لكل مجريات الامور سواء جوه الملعب او خارج الملعب. انا حتى ما لحقتش اسالك عن جمهور الاهلي الحقيقه، لان انت بادرت وكلمتني عن جمهور الاهلي. انا كنت عايز اسالك انت شعورك وجمهور النادي الاهلي رغم العدد القليل، احنا كنا الصوت الحقيقه كان بيرج الصاله، يعني اكيد جمهور النادي الاهلي ليه مكانه خاصه خالص. والله هو يعني الجمهور مش بعدده، وانا عارف اللي موجود، يمكن في ناس اتمنى ان هي كانت تكون موجوده اكتر، ولكن اللي موجودين بيموتوا نفسهم واحنا لازم نموت نفسنا عشانهم، فالموضوع يعني مش حاجه، كل الناس فعلا بتشجع، حتى البنش كل اللعيبه كلنا هدفنا واحد، حتى لا كلهم والله، حتى الاهالي، حتى يعني مراتاتنا والولاد وكل الناس يعني بتشجع، كلنا عايزين نكسب، كلنا عايزين نفرح، فيعني كلنا شغالين للهدف ده، مفيش حاجه اسمها مين يلعب مين، ما كلنا بننكر ذاتنا، مين يلعب مين ما يلعبش دي مش مهمه خالص بالنسبه لنا، اللي بيكسب النادي الاهلي مش اشخاص، فدي اهم حاجه بالنسبه لنا. طبعا انا اتمنى ان انت توعدني ان انتوا تكسبوا اكيد المباراه القادمه وتكسبوا طبعا مجموع المباريات، ولكن انا اتمنى ان احنا نكسب مكسب مرتاح بقى، يعني ما يبقاش الموضوع مخيف كده. يعني طبعا نتمنى، ولكن نادي الاتحاد فرقه كبيره، عناصر محترمين جدا، كابتن احمد عمر، الجهاز اللي معاه، طبعا انت بتلعب فاينل دوري، يعني الليد صعب، بنحاول طبعا، واحنا كنا واخدين الليد، ولكن الضغوطات وهم مجهزين، احنا تراخينا شويه في الاداء، يعني ده طبيعي وارد، المهم اللي بقى عنده اصرار مين اللي يكسب في الاخر. احنا النهارده كنا ممكن لو ما كناش عندنا الهزه ان احنا يعني خلاص هم رجعوا في الماتش لحد اخر دقيقه او اخر دقيقتين، كنا يعني لو كناش ماسكين في بعض وماسكين في المكسب اتوقع كان الماتش هرب، لكن تماسكنا في بعض، تماسكنا في المكسب، تنفيذ التعليمات مستر اوجستي، هي دي اللي فرقت وترجمت ان احنا كسبنا. تعليمات بقى، هناخد من كلامك لتعليمات. مستر اوجستي بوش كان هنا في على الخط، اعتقد يعني رجلي دخلت الملعب يعني. طبعا لا، متحمس وعايزنا ان احنا ننفذ التعليمات، يعني دي حاجه، يعني ده حاجه طبيعيه، هو دايما يقول لنا يعني بحط رولز كده وتعليمات، انا بحاول يعني على قد ما تقدروا تنفذوا التعليمات اللي احنا ان انا بطلبها منكم. يعني الخطا وارد طبعا في الباسكت، يعني ده حاجه طبيعيه، ولكن انا كنت زي ما بقول يعني الاخطاء قليله هو اللي بيكسب، يعني فاحنا بنتدارك الاخطاء واحده واحده، طبعا ده ينقلنا ان احنا ماتش وعدى مكسب نفرح وكل حاجه، ولكن اتعادلنا بالظبط، ولكن لازم يعني نركز في اللي جاي، الحمد لله ماشي فرحه وكل حاجه لحد ما نوصل للاتوبيس، مفيش اي حاجه تانية، نركز في اللي جاي، نشوف الاخطاء اللي احنا غلطنا كتير النهارده على فكره، يعني بغض النظر عن الاداء النهارده كان في غلطات، يمكن كان في عدم توفيق شويه، ولكن كان في غلطات لازم نتداركها عشان الماتشات مش هتبقى سهله، نادي الاتحاد هيجهز اكتر وهيبقى اجريسيف اكتر واصراره هيبقى طبعا عايز يكسب، يعني مش هيسيبنا نكسب 3 سنين ورا بعض بسهوله، فده حاجه مهمه جدا، واتمنى من جمهور النادي الاهلي اللي هو يفضل في ظهرنا زي ما هو وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحهم. طبعا بشكرك جدا وسعداء ان انت طول الوقت بتكون موجود معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنبارك لكم وان شاء الله. بس يا مش دايما بس لا يعني ده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله المباراه القادمه تفرحونا وان شاء الله تاخدوا نتيجه المباريات وقلوبنا معاكم، وبس ما توقعوش قلوبنا تاني بقى. لا والله احنا عارفين، وبجد حتى الماتش اللي خسرناه يعني الناس كانت متوقعه ان احنا بقى الناس هتهاجمنا وكل حاجه، بالعكس احنا يعني الناس زعلانه
وكل حاجه، ولكن في سبورت. سبورت ده مهم جدا في تماسك الفرقه، فاحنا مع بعض. اما تلاقي ناس بظهرك وبيبوش انت حتى لو انت وحش، حاسس ان انت دي موتيفيتد كده ومتضايق وكده، بتلاقي الجمهور ده اللي وراك ومصدقك وعارف ان انت هتكسب وعايز عايزك تفرحه، ده بيدينا بوش. فيعني ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نكمل السلسله دي باذن الله ونكسب بالدوري لثالث سنه ان شاء الله على التوالي. بشكرك جدا. شكرا جدا. ده كان لقاءنا طبعا مع واحد من نجوم مباراة اليوم، كابتن أحمد مهيب. الحقيقة وجوده في الملعب ونزوله يعني بناء على رغبة مستر أوجستي بوش في وقت عصيب جدا من عمر المباراة، الحقيقة كان فارق جدا. تحدث معنا عن المباراة القادمة وإن شاء الله استعداداتهم إزاي هتكون قوية للمباراة القادمة. والحقيقة يعني شكر جمهور النادي الأهلي بصورة كبيرة جدا، لأن الحقيقة كان جمهور النادي الأهلي ليه دور كبير جدا في فوز اليوم. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن أحمد مهيب، شكرا ليك وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. الزميلة العزيزة نورهان طمان، لقاء مع أحمد مهيب، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين أحمد مهيب لعيب قماشة المدربين تحب تمتلكها، لعيب يلعب ما يلعبش، يقعد ما يقعدش، ينزل يأدي، يقعد على البنش روحه كويسة. أحمد مهيب لعيب يعني مدربين وأجهزة فنية كثيرة تتمنى وجودها في الفريق. خلينا نروح كمان لروزان نصر زميلتنا العزيزه من ارض الملعب، ولقاء مع من وجهه نظري يعني نجم اللقاء النهارده عمرو الجندي صاحب الاداء المتميز الخبره في الاوقات المهمه. اتفضل يا روزان. تحليلي وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كابتن هيثم، نجم مباراه اليوم طبعا بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجه 83-79 كابتن عمرو الجندي. طبعا برحب بيك يا كابتن على شاشه قناه الاهلي. في البدايه بقول لك الف مبروك، اداء رائع منك ومن كل اللاعبين. النهارده المواجهه الثانيه فريق الاتحاد، فريق قوي وبتعملوا له اكيد حساب، ولكن كلمني كده على مباراه اليوم خصوصا بعد اول مواجهه جيم 1. اول حاجه الله يبارك فيكي، شكرا قوي، وبشكر كابتن هيثم وبحيي كل الناس معايا في الاستوديو. طبعا احنا عارفين السلسله طويله، بعد ما خسرنا جيم 1 يعني ما تهزناش، فضلنا ماسكين في بعض ومركزين. الحمد لله النهارده ابتدينا بدايه كويسه قوي، اديتنا ثقه ان احنا نخش في الجيم بسرعه، ويمكن حصل دروب شويه في الاخر، بس هم احنا عارفين ان هم فريق كبير وعندهم كذا لعيب كبير ولاعيبه في المنتخب، احنا عارفين ان الماتشات كلها هتبقى طويله والسلسله هتبقى طويله. الحمد لله قدرنا نرجع بخبراتنا ونبقى 1-1. لسه زي ما انا قلت سلسله طويله، ويعني مفيش مش فرحانين مش ولا يعني لسه مركزين، وان شاء الله يعني قفلنا خط ماتش النهارده ومركزين في الماتش الجاي ان شاء الله. كابتن عمرو، طبعا عارفين ان المواجهه الاولى كانت يوم الجمعه، فكان في فرق وقت قليل قوي طبعا قبل المباراه. النهارده بتقدروا تتعاملوا مع ده ازاي؟ لا متعودين على كده، دي ثالث سنه نلعب او رابع سنه بنظام بلاي اوفس يعني، واحنا متعودين على كده. واحنا شفنا بعد الماتش الاولاني شفنا غلطاتنا ايه وازاي كنا يعني ايه غلطاتنا في الدفاع والهجوم، حاولنا نتلاشاها النهارده على قد ما نقدر، وظهرنا الحمد لله بشكل كويس. ويعني مبسوط النهارده، اهم حاجه من روحنا كانت روحنا عاليه جدا، كنا عايزين نكسب والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز يعني. كابتن عمرو، خليني اسالك كمان بالتحديد على عامل الجمهور. اكيد في المباريات الكبيره بيكون الجمهور عامل مهم جدا، فيعني هل ده بينعكس عليكم اكيد جوه الملعب؟ اكيد طبعا، احنا بنشكرهم جدا حتى بعد الخساره الاولى ان هم في ظهرنا وبيدعمونا، وان شاء الله يعني نموت نفسنا عشانهم ومحتاجينهم معانا عارفين في بقيه السلسله. ان شاء الله يعني نلعب بنفس الروح دي واحسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحهم بالدوري. كابتن عمرو، كل التوفيق ليكم اكيد فيما هو قادم، وبشكرك ونورتنا. شكرا. كابتن هيثم، ده اكيد كان لقائنا مع واحد من نجوم اكيد فريق كره السله رجال، كابتن عمرو الجندي، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. الزميله العزيزه روزان نصر، بشكرك شكرا جزيلا. ولقاء مع عمرو الجندي، تصريحات متزنه ملتزمه تنم على اللاعب، الحقيقه كبير، لاعب له تاريخ كبير جدا. اتمنى ليه التوفيق ان شاء الله لما عمرو الجندي بيكون في حالته، وغالبا دايما بيكون في حالته الحقيقه، نادرا لما اشوف عمرو الجندي بره حالته، ربنا يكرمه ويحفظه يا رب يعني ويحميه من الاصابات، بيكون النادي الاهلي في حته ثانيه طبعا مع كل زملائه. ولكن عمرو الجندي لعيب خبره في الاوقات المهمه، بتدور ما بيهربش من الكوره، يعني في حاجات كتيره جدا نفهمها احنا يعني لعيبه كره السله. يعني ما بيهربش من الكوره يا كابتن، يعني بيروح للكوره، بيروح للكوره في الاوقات المهمه، في لعيبه بتستخبى يا كابتن، وكنت انت بتشوف الكلام ده كله. النهارده انا عندي بس بعض الكومنتات على لعيبه الاتحاد يا كابتن. يعني النهارده يعني يوسف شوشه كان بادئ، يوسف شحاته كان بادئ الموسم كويس، يعني مش مباراته بس، لا كان مع كل المباريات كويس، واستدعى تم استدعاء منتخب مصر ولعب تقريبا بطوله عربيه على ما اتذكر، لعب بطوله عربيه، لعب بطوله عربيه، كان هداف تقريبا. يعني النهارده ماتشات كويسه جدا. هو بعيد وما بياخدش وقت،
يعني انا برضو مستغرب انه ما ياخدش وقت. الحاجه الثانيه انه يعني برضو دي احد الاسلحه اللي ممكن نادي الاتحاد يفاجئ بيها النادي الاهلي المباراه اللي جايه. هو لغايه دلوقتي ما لعبش ما 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 يعني ما خدش الوقت بالظبط. فممكن النهارده زي ما حصل مع ميديو طه تلاقي يوسف، لان الاتحاد عنده حلول واحمد عمر او كابتن احمد عمر يعني بيحاول يدور لعيبه كويس، فممكن نلاقي يوسف في المباراه اللي جايه سوبر. صح كلامي ولا لا؟ مظبوط. هو لان هو كمان الولد بامانه بيمتاز ان هو شوتر، لعيب شوتر، لا شويت يعني لعيب شوت. وزي ما يمكن قال الكابتن سلاوي بيقول لك اللعيب ده عمل ماتشات مع المنتخب من افضل الماتشات، وكان رغم ذلك ما كانش عامل اداء كويس قوي مع نادي الاتحاد. نفس الكلام ميدو طه، نفس الكلام برضو. لسه ما يعني ما شفناش ميدو اللي احنا نعرفه. النهارده اتفاجئنا بعبد الرحمن خالد، يعني في حلول ممكن النهارده، يعني النهارده ما هي الحلول زي ما انت النهارده النادي الاهلي كان الحلول عنده مين النهارده؟ زي ما انت بتقول مهيب. خلي بالك النهارده برضو كان من ضمن الحلول عزب كان لازم ياخد وقت اكتر من كده. انا رايي الشخصي يعني النهارده عزب الوقت صح. اللي نزل فيه في المباراه الاولى الراجل اللي عامل ديفنس شايط الشوطه اوبن شوت، نزل بيساعد زمايله بيجيب ريباوند، ونفس الكلام اختفى في الثالث والرابع في اول جيم. النهارده نفس الكلام عمر عزب بادئ ديفنس شوطه جات له اوبن شوت طالع عمل الاكسترا باص اللي احنا اتكلمنا عليها، يعني عامل كل حاجه. انا متهيألي برضو كان لازم ياخد وقت اكبر من الوقت ده على حساب ايا كان، بس ده كان لازم يجي، لان هو النهارده كل حاجه اللي هو عملها لك عملها لك بالباسكت زي ما انت عايز. نفس الكلام عندنا في نادي الاتحاد، نفس القصه. يمكن النهارده استفدنا من عبد الرحمن خالد. هي المشكله بقى الماتش اللي جاي، هل الاوراق اللي احنا كلنا بنتكلم عليها دي هل لسه هتبدا تظهر؟ لسه هي دي لسه احنا بنتكلم. لا ما هي خلي بالك انت على الاقل عندك ماتشين. اوكي على الاقل هتلعب ماتشين من أيوة الثلاثه اللي جايين. انت النهارده لازم تدخل اللعيبه دي كلها زي ما احنا بنتكلم، قلنا مهيب وعمر عزب وميدو والكلام ده. الناس دي لازم تاخد وقت اكبر شويه من الوقت ده عشان تخلي بالك. هم خمس جيمات خاصه يا كابتن، يعني ازيدك من شعر بيت، خاصه ان ايهاب امين يعني قليل سن، بس مش هيستمر. فانت ممكن يعني توزع شويه وقت، يعني مش لازم هو لا. طبعا نجم كبير، ولكن ممكن تستفاد من حزام النهارده مهيب. النهارده اسمه عبد الناصر، عبد الرحمن لا ابو النصر النهارده ما لعبش، بيتهيألي ما لعبش ولا دقيقه. صح ما لا ما مش مش هو مش هو مش الولد محمود وليد. لا انا بس ابو النصر غريب انه ما لعبش. انا عايز اقول بس غريبه. لا معلش خلينا نقف هنا. ابو النصر ما لعبش النهارده، يعني برضو ابو النصر معروف عنه دفاعيا مهم، وانت النهارده محتاج الدفاع برضو. هل ليه يعني برضو ممكن ما هو يكون ظروف جيم، بس ممكن ظروف او ممكن يكون في حاجه مثلا في تمرينه اصابه. ما هو برضو احنا مش عايزين نقول حاجه. احنا ممكن نقول ان المدرب ما نزلوش وهو الراجل ممكن يكون مصاب. احنا حاجات احنا ما نعرفهاش. بس اضيف حاجه وصغيره كوتش بعد اذنك، بناء على الكلام اللي بيتكلمه كابتن ميشو النهارده، جوستي كان عنده ذكاء ان هو وقف المفاتيح، زائد ان هو فتح لنفسه مفاتيح تانية. ايه المفاتيح التانية؟ ان هو كل اللي كان بيعمله، يعني الاتحاد السكندري عنده مشكله كبيره جدا، هي بيعتمد على الثلاثه بونت. بس جابه يا كابتن. اوكي بس هو مفيش درايف. النهارده الاهلي نوع يا كابتن ما بين الثري بوينت وبين الدرايف وبين الاربعه والخمسه، بيلعبوا هاي لو مع بعض، بيبصوا لبعض يعني اللعيبه كان في قرايه للملعب وكانوا شايفين الملعب كويس. اتحاد اسكندري السلاح الثلاثة بونت بقى يعتمد عليه اعتماد اساسي يعني دلوقتي. فاي مدرب هينزل يلعب زي الهاند بول ديفنس زي ما بنقول، يوقف على الثري بوينت 6 1 و5 6 0 5 1. احنا بس احنا بنتكلم يا كابتن في حته ان اللي بنقول الاسلحه اللي بنستخدمها. انا بتكلم ان بعض اللعيبه سواء نادي الاتحاد زي ما قلنا الاسماء اللي قلنا لا استغلها احمد عمر النهارده نزل ولا. انا بتكلم برضو نفس الكلام النهارده في النادي الاهلي زي ما استغليت. انا بقول كنت لازم تدي وقت اكبر لحد ما تشوف العزب. يعني انا بتكلم ان يعني كتوقيت عندنا وقت نتكلم فيه اكتر ان شاء الله. الله كابتن سلعاوي بشكر حضرتك، نورتني وشرفتني. الله يخليك والف مبروك نادي الاهلي وهارد لك نادي الاتحاد والاثنين حبايب يعني الاتحاد والاهلي. اشكرك يا كابتن ميشو، نورتني وشرفتني النهارده وهارد لك نادي الاتحاد. حبيبي الف مبروك للنادي الاهلي، وده الباسكت ودي المتعه اللي احنا زي الجيم اللي فات قلنا مبروك للاتحاد هارد لك الاهلي، النهارده بنقول مبروك للنادي الاهلي. هو ده الباسكت وهي دي المتعه، ونتمنى ان يبقى الماتشات طليق
يعني باسم الناديين الكبار ان شاء الله. بشكرك يا كابتن نورتين وشرفتين. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده، اكيد مبروك النادي الاهلي هارد لك نادي الاتحاد، نتمنى ان شاء الله الثلاث مباريات الباقيين على الاقل هنروح للمباراه الرابعه على الاقل، لان النهارده حتى لو فرقه تكسب 3-1 فكده هنروح للمباراه الرابعه، في حاله التعادل تاني في المباراتين الجايين هنروح لمباراه 5 نحتكم ليها، وزي ما حضراتكم عارفين المباريات بيبقى فاصل بينها يوم واحد. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات سوبر الابطال.